واحد بيقول هل التدخين سموكينج يعني هل ليه تأثير في تكوين شخصية الإنسان، وهل هو تأثير سلبي أم إيجابي؟ أولا الإنسان اللي بيدخل سجاير إنسان ضعيف الإرادة مستعبد للسجارة، يبقى شخصيته ضعيفة مهما قال. لو شاطر يورينا شطارته في أن يبطل السجاير، لو عنده إرادة قوية يورينا قوة إرادته في أن يبطل السجاير. فتقول هل لها تأثير على الشخصية؟ طبعا، إرادة ضعيفة معاها صحة ضعيفة، لأن السجاير بتتلف الصحة. لكن في شبان صغيرين يفتكر يعني الولد لما يحط سجارة فوقه وينفخها كده بقى راجل. لا، ما بقاش راجل، بقى راجل ضعيف. يعني ينفخ السجارة دي قوة شخصية؟ ده استعباد، مستعبد للسجارة. اوعى تمشي مع ناس بتوع سجاير يحاولوا انهم يبرروا نفسهم بان دي قوة شخصية. لا، مش قوة شخصية، ده ضعف.